مرة جديدة لميدان قفز الحواجز، ولكن هاي المرة بالإمارات، تحديداً بإمارة الشارقة. الموسم الأول والجولة الأولى كان فيها فرسان كثير ومشاركات متنوعة، ولكن اللي تألق هو الشيخ الفارس الشيخ علي النعيمي. خلينا نشوف. استضافت الصالة المغطاة في نادي الشارقة للفروسية والسباق أولى فعاليات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز لموسم 2017-2018، وحلها مدار يومين، وقد شهدت هذه البطولة مشاركة واسعة من قبل فرسان القفز، كما تميزت بجوائزها المالية العالية. وجاءت نتائج الفئة الكبرى في الشوط الأخير من البطولة بالمركز الأول للفارس سالم أحمد السويدي، بينما المركز الثاني للفارسة أنتينا ساندي، وبلغ ارتفاع الحواجز في هذا الشوط من 140 إلى 130 سنتيمتر. كما خطف الفارس الشيخ علي النعيمي لقب الفئة الوسطى بارتفاع حواجز 130 سنتيمتر، ليحل بالمركز الثاني الفارس شادي غريب. الحمد لله على المركز الأول. طبعا هذه أول بطولة في الموسم، ونسأل الله التوفيق لنا ولجميع الفرسان إن شاء الله في الموسم الجديد. وطبعا مع أن البطولة أول بطولة في الموسم، ولكن التنافس في أشد يعني، وإن شاء الله الموسم خير على الجميع إن شاء الله. أكيد المنافسة كتير قوية، الخيول الحمد لله جاهزة، أنا توقعت تكون جاهزيتها شوي أقل، الحمد لله كانت بجاهزية ممتازة، عطت كل شيء عندها. الحمد لله جواد الأمتس طلع اليوم المركز الثاني ومبارح المركز الثالث، وباقي الخيل كلياتها الحمد لله كلياتها كانت بالتتويج. واكيد يعني الواحد بيلاقي تعب وتعب خيوله يعني ببداية الموسم الحمد لله كثير منيح ان شاء الله. وفي منافسة الفئة الصغرى كان المركز الأول في هذا الشوط، والذي بلغ ارتفاع الحواجز فيه حوالي 125 سنتيمتر لصالح الفارس هشام غريب، والمركز الثاني ذهب لصالح الفارس حمد سلمان اليحيائي. الحمد لله هلا نحن يوم توفقت بالمركز الأول، وهي المباريات هي تحضيرية للمباريات الجاية والدوليات، ونحن هلا ان شاء الله بدوري لونجين. طبعا هي المباراه هي ما لها دخله بالترتيب، بس ان شاء الله خلص هلا بدايه الموسم لنا، وهذا تجهيز يعني يعتبر لنا لبعدين، هو يعني بيرفع مستوى الخيول بيرفع مستوى الخيال ان شاء الله. احب ابارك لمنتخب الامارات على الفوز في بطوله الامام في برشلونه. طبعا الشباب ما قصروا، كانوا مجتهدين طول الصيف، وانا احب ابارك لهم من هذا المنبر. اقول كلمه لكل الفرسان بمناسبه افتتاح اول بطوله، اتمنى التوفيق للجميع. وثاني شيء والله اداء الشباب اداء طيب بالنسبه لاول موسم، الشباب جاهزين، ما في يعني مستوى متفاوت ان في فرسان مو بجاهزين، لا الحمد لله كلهم جاهزين، واتوقع ان هذا الموسم يكون موسم شيق لنا. أول شيء أحب أبارك لفرسان الإمارات على المجهود اللي سووه ببرشلونة، وكان يشتغلون من في الصيف إنه عشان يحققون هاي البطولة. اليوم دخلت فئة التشيلدرن، الحمد لله طفت كلير راوند، وكان الكورس زين كأول مباراة شارك فيها في هالموسم، والحمد لله. راح أتحدث عن المباراة بثلاثة أقسام. أول شيء قسم الدوري الإماراتي بشكل عام، اليوم عم نحضر لحنا أقوى دوري بلا شك في العالم. عم دور العالم، انا عم شوف عم بكون باوروبا بالصيف، عم شوف كيف بيكون الجولات في اوروبا او في اي بلاد ثانيه، مستحيل توصل لهذه السرعات، مستحيل توصل لهذا التنافس، بغض النظر عن الاعداد، قد يكون في اوروبا اعداد اكبر بكثير، ولكن عم نشوفهم تنافس. سبب التنافس هي الخيل الموجوده هون كويسه، والفرسان مميزين، الجوائز مالية جيدة، الملاعب ممتازة، كل شيء بيشجع الفرسان انها تربح، لانه الجو تنافسي مع الاذاعه مع الحكام مع الى اخره، هذا غير موجود في مكان ثاني. مكان ثاني عم تكون مباريات روتينيه اعتياديه بجوائز ماليه ضئيله جدا، اما هون كل شيء ونحن سبحان الله العرب عم نكون تنافسيين، وعم نخلي الاوروبيين وقت بيركبوا معنا ايضا كمان عندهم حب التنافس، وعم يحاولوا انه يكسبوا، احيانا بيكون على حساب الخيل، ولكن هذا الشيء بيخلي الدوري الاماراتي بالفعل من اقوى الدوريات اللي بتشوفها على مستوى العالم.
على مستوى المباراة هذه تحديدا نحن بالأسبوع الأول من انطلاق الدوري الإماراتي، كمان بما أن الجوائز عالية عم تحكي ب 130 ألف درهم، فعم تقول الفرسان عم تبذل قصارى جهدها لحتى تنافس. في نوعين من الفرسان، في فرسان كان تجهيزاتهم بأوروبا فخيلهم لسه ما وصلت، وفي ناس تجهيزاتهم في الملاعب المحلية اللي كان عندهم إمكانيات صالات مغلقة وبيقدروا يقفزوا خلال موسم الصيف الحار جدا في الصيف، فكنا عم نشوفهم في منصات تتويج أقرب من باقي الفرسان اللي تابعين لأندية ما فيها صالات مكيفة. خلينا نقول فأغلب فرسان اللي جايين من أبو ظبي لنفرض أو من دبي ما عندهم صالات مغلقة، فكان عم يأسسوا خيولهم، عم يستخدموا هذه المباراة كتمرين للمباراة القادمة.